تمت اللجنة الخاصة بتسمية شوارع بلدة مجد الكروم مهامها، وبدأت بنصب اللافتات في أماكنها المعدة لذلك. فأي الأسماء تم اختيارها وبناء على أي معايير تم تحديدها؟ هذا ما سنعرفه من رئيس اللجنة وعضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين بدران. مساء الخير ورمضان كريم أستاذي. أولا مساء النور لك مصطفى ولجميع المستمعين، ورمضان كريم. يعني عادة لما بيسألوا حد منا عايش في بلدة عربية بيقول حد المخبز قريب من الملحمة جنب المدرسة. يعني خبر تسمية شوارع في بلدة عربية هو خبر مفرح رغم كل التطور اللي احنا عايشينه في دولة متقدمة أيضا. يعني بالحقيقة يعني أنت كيف بقولوا حطيت إصبعك على الجرح بالنسبة للهدف الأساسي اللي هو طبعا تسهيل كل موضوع التواصل، كل موضوع الإيصال، المراسلات. طبعا يعني هذا له كان وظيفة مركزية في خلال المشروع، وطبعا كمان كان له وظائف ثانية راح نيجي عليها طبعا يعني لاحقا. بالنسبة للموضوع تبعك انا كنت اقول لهم اول ما بلشنا بالمشروع انه كان بمجد كروم اللي بيجيش على صلاة الجمعة، كانت كل البلد تعرف انه ما جاش على صلاة الجمعة. اليوم بالقرن ال21 البلد كبرت 17000 نسمة، نعم، وصار موضوع البلد كثير كبير، وموضوع المواصلات طبعا كمان صار يعني كمان جدي وبده كثير متابعه وتسهيلات. فبالنسبه للمشروع طبعا احنا كثير فرحانين، انا بشكل شخصي فرح جدا 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 في انه هذا المشروع يعني خرج لحيز التنفيذ بعد طبعا سنتين عمل مضني وجهد كبير. طبعا انا بقدرش هون بهاي الفرصه انه اغفل كمان دور اللجنه السابقه اللي كانت في فتره قبل ما انا افوت على المجلس المحلي، اللي كانت برئاسه كمان عضو مجلس السيد يوسف كيوان. بس طبعا في كثير ناس شاركت بهذا العمل، طبعا الكل مشكور. انا بقدرش نعم. استغل استاذ عز، يعني طبعا نوجه تحيه لكل الجهود، ولكن اي الاسماء اخترتم وبناء جهد زيهن يعني نعم اي الاسماء اخترتم وبناء على اي معايير تم اختيار كل اسم لاي شارع؟ يعني بالحقيقة إنه إحنا حاولنا من خلال المشروع هذا إنه إحنا نعمل هوية جامعة لأهالي القرية من خلال أسماء اللي إلهن علاقة إلهن شأن بالهوية المحلية، إن كان مناطق جغرافية إن كان محلات إلها 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 يعني دور أساسي في بلورة الهوية المحلية بمجد كروم، بالإضافة لأسماء اللي وطنية وعربية إلهن باع وإلهن دور أساسي في نهضة هاي الأمة، إن كان كتاب إن كان شعراء إن كان مناضلين إن كان دول عربية إن كان مدن عربية. فهاي الأسماء طبعا إجت عليها اللجنة، وأنا كتير مبسوط في إنه اللجنة كانت منسجمة على بعض في إنه اختارت أسماء اللي هي راح تكون يعني خلينا نقول تخلق وتعزز الهوية الوطنية. نعم. اللي احنا بحاجة لها كثير كثير. استاذ عز، اي يعني حدد لي 4-5 اسماء من اسماء الشوارع التي اعطيتهم. يعني احنا بنحكي الخوارزمي، بنحكي على مدينة القدس، بنحكي على كرة مهجرة مثل سفورية، بنحكي على ابن رشد، بنحكي على الخنساء، بنحكي ابن سينا، بنحكي على صلاح الدين. يعني مثل هاي الاسماء احنا بنحكي على ما يقارب ال 120 اسم. نعم. اللي هم في قلت لك في يعني اسماء إذن. اللي هي تتعلق في مناطق جغرافيه وفي احداث صارت على صعيد البلد منذ قيام هذه البلد. طبعا استعنا بناس كبار بالسن واساتذه، وطبعا اسماء اللي هي بتتعلق في اسماء اللي هي لها باع على صعيد الأمة العربية وقضيتنا الفلسطينية وأمتنا الفلسطينية. فهاي الأسماء أقرت في اللجنة، انبعثت لوزارة الداخلية بعد ما تم عليها من قبل وزارة الداخلية. رصدنا مبلغ كبير لهذا المشروع اللي فيه كمان اليوم إحنا بنشوف اللافتات موجودة على الشارع، بس هذا طبعا بعد يعني جهد وعمل يعني ومسار استمر لمدة عامين. عز الدين بدران، شكرا لك على هذه المداخلة ومبارك الخطوة. تحية لجميع المشاركين.